اهلا وسهلا، اهلا 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 بالمواطنين الوطنيين، المواطنين الوطنيين حتى مغربيين. هاد القضيه ديال اللي كتشوفوا دابا، كل كاع اللي كينوض يندد بالنظام المغربي، فلسطينيين الخصوص والمعادين للمغرب، دائما يقولوا احنا لسنا عداوه مع الشعب المغربي، الشعب المغربي يساند القضية الفلسطينية وقضية العروبة وقضية خادية وقضية. نحن نتكلم على النظام الرجعي، نظام كذا، نظام العميل، نظام الاستخباراتي، نظام راه عرفتي علاش كيقولوا هذه القضية؟ لأن ما كيشوفوش الشعب يتضامن في القضية الوطنية، كيشوفوا الخرجات المليونية اللي كيسموها المليونية إلا من أجل قضايا غير مغربية، غير مغربية. القضية المغربية الأولى شنو هي؟ هي الأمن والاستقرار، هي القضية الأولى. وما عمر يكون أمن واستقرار بدون وحدة ترابية هي مقدسة عند جميع المغاربة اللي ماتوا واللي حيين واللي غادي يتزادوا. هي القضية الوطنية المقدسة. مادام يشوفوكم أنتوما ما كتخرجوش في أي قضية او اي عمليه او اي مؤامره كتمس المغرب، كيشوفكم ما كتخرجوش ما كتبانوش، كيحسبوا الشعب الوحيد اللي كاين هو داك الشعب الفلسطيني العراقي السوري اليمني، داك الشعب العربي يساند القضايا العربيه ولا ليست له علاقه بكل ما يجري في المغرب من مؤامرات على النظام وعلى الوحده الترابيه وعلى الامن وعلى النمو وعلى المسيره التنمويه. سي نورمال اي واحد يكون يتبع المغرب وما عايش في المغرب وما عارفش اوصاف المغرب ويتبع الاخبار في لي ريزو سوسيو القنوات الاجنبيه، غادي يبان ليه على ان المغرب لا يهمه سوى ما يجري خارج المغرب ويضر به العرب ولا يضر به المغرب والمسلمين. اذا المغرب ولا وطن مسلم عربي ولكن ماشي مغربي، ليست له علاقه بالمغرب، ليست علاقة له بما يجري في المغرب حتى وإن كانوا يصلخون في المغرب. والدليل راه واضح، حنا كنا كنشوفوا المواطنين كيخرجوا في أي بكري، كانوا بكري مواطنين كيدعموا الملك وكيقوم على الملك. الخرجة أكبر خرجة، آخر أكبر خرجة شفناها هي الاحتفال بعودة المغاربة من قطر، الفريق الوطني من قطر، هي اخر حفله. اما اكبر حفله وطنيه كما قلت لكم شدوني الدراري هنايا، هادو عندي في الكلوب تلاقاو معايا في الزنقه وشحال هما معايا في الهضره، هادو الجيل ديال المستقبل ان شاء الله اللي كيبغيو بلادهم. كما قلت لكم هاد القضيه ديال ان اللي كيدوي يقول لك ليسنا لنا عداوه مع الشعب المغربي والشعب المغربي يناضل من اجل كذا، احنا لانهم كيشوفوا الشعب المغربي ني با لا كونت يساجي لو بوب ماروكان ني با لا فيزيوالمون هكذا في العين المرئيه ني با لا كونت يساجي دو ديفوندر لي زانتيغي ناسيونو. ما كاينش الوقت اللي الامر يتعلق بالدفاع على مصالح الدوله، مصالح المغرب ما كاينينش. داكور اي سي سا كي مي في بوكو دو مال. C'est ça qui me fait souffrir. Parce que ce que je vois, c'est que les Marocains se désintéressent totalement de ce qui se passe au Maroc, de négativité, de complot, de complotisme. Hein? C'est vraiment malheureux. Les Marocains n'expriment pas dans les rues, des sorties à par millions, hein? Leurs protestations contre le régime algérien qui a emprisonné des Marocains durant 26 ans. 3000 Marocains étaient prisonniers en Algérie. C'était des civils kidnappés à partir du territoire marocain par le Polisario. Alhamdoulilah, on a le Maghreb, bien que tu sortes, mais que les traces de la sécheresse d'il y a 7 ans. 7 ans de sécheresse et tu ne vois pas. Tu vois que, mais que tu sortes, on a... ان كل شيء غادي بيان كوم لو فو، كل شيء موجود، السلعه موجوده، الخضره موجوده.
5.95 5.95 قول 6 درهم كيلو مطيشة. ولا سيشخاص مونامي ها فينا هو الجفاف فينا هو النقصان وكذا. المغرب داير له ماكسيموم باش الجفاف ما تشوفوش وما تشوفش الحرب وما تشوفش الذل وما تشوفش الاهانه. يلاه وري لي الجفاف وري لي الميزار وري لي المغرب كل شيء موجود فيه كل جفاف كل الحرب الله يستر اي حاجه كورونا اي حاجه ايبولا فوبولا كل شيء كاين المغاربه. ولكن اللي خاص هي المواطنة تبان في الشارع لأن الناس كتجرأ كتضرب لنا النظام كتضرب لنا كيقول لك حنايا راه حنا ما معاش حنا اوني با كونتر لو بوبل ماروكان اوني كونتر لو ريجيم الوغ الشعب يبين لهم أن الملك والنظام والمخزن والشعب كلهم واحد. C'est comme ça qu'il faut témoigner, il faut montrer aux gens du monde entier que le Maroc est uni avec son roi, avec son makhzen. Et le Maroc d'abord et pour toujours. Le lait est mojoud à tout moment. Oh oui, cette sécheresse, mon ami, il n'y a que la richesse, mon ami. Khdem, ou dire le flos. Travaillez, mes amis, il y a beaucoup d'argent au Maroc. Work hard. Akhoya, كل شيء موجود, الله يما ضرب تمارة والدنيا وتقد على خاطرك بالنقاوة. باقيين حيين جيسكا لافان. شوف خيرات المغرب شوف ها تتقد يا سير لا بغيت تدي للدار يلاه سير. الله يعطي لباباكم الغراق يا قوم المحروم اللي مقابل غير المغرب. مروك. خيرات مولانا اخويا كل شيء موجود في هذه البلاد. تي تو مونك دو ريان خرج ضرب دوره اكلك با دو تا ميزون تي تروف دي ديزان دو سوبر ماركت. تخرج اكلك با من الدار ديالك تلقى جميع المتاجر محلوله وكل شيء موجود هذا غير بتي سوبر ماركت بوتي ديال الدرب. Avec promotion, mon ami. Avec 3 kilos gratuits. Eh, le khair moujoud, ou l'idée fina, ou le jafaf. Eh, ou tbarkallah, le personnel de l'hadle supermarket, vraiment très organisé. Tahiyati lihom, tahiyati l'msoulin. Eh, je m'excuse, il y a de la musique, ou il y a de la musique à copyright risqué. La richesse, mon ami. Pas la sécheresse. La sécheresse, d'admira, d'mer. La sécheresse, pour l'aqliya. Hatta le melon d'abord. 6 dirhams. 8 dirhams. Hatta 6 dirhams le kilo.
3 درهم صاحبي لو كيلو، 3 دراهم. ما دير لا كو، ما كاين لا طابور لا مابور، سير وجي. النعناع والقزبور. العطرية محفوظة. شحال فيها هذيك؟ هذا وصل فيها كيلو 800. مزيان. كيلو 800 صويبلة. كيلو 800 صويبلة. بالتيخ، دارت 14 درهم. شو بغيتي؟ كيف تلقاها؟ ها؟ هذا فلفل هذا ياك؟ ها؟ 800 درهم كيلو. الضربه ديال الشاي ديالي شكرا. باش ناخذ شويه لا طوماط، لا طوماط 5 دراهم و 95 فرنك. راني كنتعاني في سوبر ماركت. ها تقول لك شتيها هاهي. ايوا خويا سي كوم سا كو سا سو باس. ها كي ما مشيتي تلقى لي سوبر ماركات الحوانت داكشي الخير موجود، ما كاين صداع ما كاين والو، غير خدم غير خدم، ايسي دو غاني ان سالير وتعيش بخير وعلى خير في المغرب. هادشي اللي كاين، بقى تبع التفاهات والحقوق الخاويه والوعود ديال الحكومات. تغديتي بكري وتعشيتي بكري. حنا عارفين بلي كاين الجفاف، ولكن اخطر جفاف هو جفاف العقول. اما الجفاف ديال الله راه بدينا كنحاربوه بالتكنولوجيا، سمعتي؟ بدينا كنعوضوه بالتكنولوجيا، بالغوتا غوت، بالفيرتيوناليزاسيون، نحفزو لاغريكولتير كي نرسو بربا طرودو. مي الجفاف ديال العقول هي اخطر حاجه، كيتسمى الكلاخ. لمحاربة الكلاخ خصك به هي وما لونها. اما اللي عندنا صعيب هو كتشوف دابا بنادم ني با كونسيرني مع الدوله ديالو، هو لو دونجي، لو دونجي كي مناس المغرب. سي نورمال كتشوف كتشوف حتى في نورمال كتشوف هاد الناس ديال الحركات وهاد النقابيين وهاد الصداع، كيقول لك اودي الشعب ني با كونسيرني وما مضامنش مع النظام. النظام واحد راه تسرقع قال لك النظام، من النظام مسؤول. السودانيين كيموتوا بالملايين، ما كان كاع اللي مسوقهم من ايغور والروينغا. احنا دابا مغرب يا الله كندبروا على راسنا، يا الله كنخرجوا من هاد الفقر ومن هاد الهشاشه ومن هاد الجهل والاميه والتخلف. يا الله كنحاربوا فيها خويا. سمعت ولكن معامل. سي نورمال تسمع واحد يقول لك احنا ما عندنا حتى مشكل مع الشعب المغربي، عندنا مع النظام، لان الشعب المغربي ما عمرو بين انه مع النظام. خلي المسيره الخضراء وقت الحسن الثاني، وخلي الماتشات ديال كره القدم، وخلي بركان الخريطه كامله، وخلي الجمهور الفاسي الخريطه كامله، والزليج الجماهير اللي كتعبر، هذا هو الشعب اللي كنعرفو موالي للمغرب. اما اللي يطلع يغني على فلسطين في المدرجات ويطلع يهز الاعلامات غني على بلادك، حتى النشيد الوطني ما حافظوش. غني على بلادك، شوف زعما تجيك عيب تغني على بلادك. تبان عياش زعما عياش، اش عطاتني هاد البلاد؟ انا دابا اوروبا كيقولوا اش عطاتني؟ انت في اوروبا ما خدمتيش تشرد المشرد. في امريكا كاين المتشردين ملاقين ما ياكلوا، يطلب 1 دولار 1 دولار 1 دولار من اوروبا كذلك متشردين. هادو اللي كيحرقوا بالجزائر اش كيمشيو؟ هاربين من القهره وهاربين من الحقره ومن الحباسات والخوف. ناس يقول اليوم يجيو يديوني، اليوم يجيو يديوني يغتصبوني، اليوم يجيو يديوني يغتصبوني. الا غير هضر مع شي واحد وداك الواحد كان عنده شي بروبليم صغير يهزوه معاه، يقولوا لي راه هزوا فلان ما بقاش ينعس، كيبقى يبات برا حتى يحرق.
الناس باعوا ديورهم، باعوا الكلاوي باش يحرقوا، باش يدبروا على سيمي الاورو، باش يحرقوا الاوروبا، باش يمشيو يسعوا ويباتوا في الزناقي وما يبقاوش في بلادهم. وما بلادك واخا الفقر بعدا ما كاش الحقره وما كاش القهره وما كاش الا خدمتي تاكل. غندوزك دابا لي شونتي ونهضر لك مع لي ماتر شونتي، نهضر لك مع لي شاف شونتي ها ولي زونتربرون، يقول لك ما لقينا مشكله في اليد العامله ما باغيش يخدموا. غير هالايامات ديال العيد دابا قرب العيد شحال باقيين، مازال خدامه كاع مشاو فحالهم، اللي كيخدموا كينجوا مشاو للبلاد، هنا ما كيخدموش. تو لي شونتي سون تاغيتي، لا بليبار دي شونتي في المغرب في كازا وقفوا. هو تصور دابا اللي كيخدم دابا ويدير يزيد جوج سوايع اضافيه ولا ثلاثه، شحال غادي يجمع ديال الفلوس في هاد الايامات؟ راه الناس ما كتخدمش، باغيين المسقي، وكيظن ان اوروبا راها كتشد وكتفرخ في الفلوس. هذا غلط كبير. انا اين نتمنوا شي نهارات المغاربه يفيقوا ويخرجوا واحد النهارات ولو مره واحده كما خرجوا في هذه القضايا ويقولوا نحن ضد التصريحات العدائيه في القنوات الرسميه الجزائريه ومن عند الرسميين الجزائريين من برلمانيين ووزراء ورئيس القوات ديالهم ليتا ماجور ورئيس دوله، هكذا نعرفوا ويهزوا التصاور ديالهم ويحطوهم ويعبسوا عليهم ويوطاو عليهم صغار وكبار كما وطاو على الصوره ديال الملك ديال المغرب. تما كنعترف بهم الرجال، محدهم ساكتين ومدلولين وكيعرفوا يدافعوا على القضايا الخارجيه، لا اعتبرهم مغاربه. وديك العياقه وانني زعما انا الكوفيه وراني انا ضد مع الانسانيه وفلسطين ولات على مود، المبتلين دايرينها كلشي دايرها زعما على مود. سولتهم انايا وقال لك تضامن، وياك تضامن انت مع بلادك، انت بلادك تضامن معاها. لاين شكرا لكم، شكرا وديما مغرب، الحمد لله على هاد البلاد اللي فيها الخيرات رغم الجفاف رغم كورونا رغم الحرب مع الجزائر 60 سنه ديال الحرب، رغم اوكرانيا والغاز والقمح وصداعات الراس، المغرب باقي فيه خيرات مولانا. الى اللقاء، الله يدومها ابيان سير، الله يخدمهم هاد عيشه في المغرب الخير يا خويا. ديما مغرب وخبط راسك مع الحيط.